أجمل تحية لكل من يتابعني حاليا من مركز سينما لعلوم الفلك والعلاج الباراسيكولوجي والطاقة. اليوم موضوعنا عن انتقال كوكب المريخ من مجموعة العقرب إلى مجموعة القوس النارية. طبعا تحياتي إلى كل اللي يدخلون عندنا، ويا ريت تسوون شير إلى الأشخاص الموجودين في قوائمكم، لأنه راح نحاول اليوم أن نغطي الموضوع وبعدين نجاوب على الأسئلة والاستفسارات، مو فقط للأسبوع الحالي بالنسبة للأبراج، وإنما لما تبقى من السنة أيضا. اللي يعجبه أن يسأل يستفسر بإمكان أن يكتب سؤاله وإن شاء الله نجاوبه. كوكب المريخ، هذا الكوكب اللي أنا أعتبره من أخطر وأهم الكواكب، انتقالته مهمة جدا لأنه يمدنا بطاقة كبيرة جدا ومؤثرة على كثير من الأبراج. أقدر أقول أنه يعني يمكن أو أبراج قليلة جدا اللي تتأثر إيجابيا بوجود كوكب المريخ، لكن معظم الأبراج تأثيرات عادة تكون سلبية نوعا ما من هذا الكوكب. على أي حال، انتقال كوكب المريخ راح تكون تاريخ 27 من شهر يناير الحالي، يعني عقب باكر يوم السبت اللي هو أول بداية الأسبوع القادم، اللي نتحدث بيه احنا دائما عن التوقعات الفلكية لمواد الأبراج. طبعا أنا خلصت التوقعات الفلكية للأبراج، وإن شاء الله اليوم بالليل راح أنزلها، اللي هي راح يكون الصدارة للثور، مواد برج الثور للأسبوع القادم من 27 واحد أو 27 يناير الى يوم الجمعه اللي صادف الثاني من شهر شباط فبراير. الصداره راح تكون للثور مع ارتفاع الى ابراج السرطان والعقرب والميزان، وتنخفض عندنا مؤشرات ابراج الحوت والدلو والعذراء. بدايه الاسبوع اللي هو يوم السبت ويوم الاحد راح نشهد ارتفاع الى برجي الجوزاء والحمل، ووسط الاسبوع اللي يشمل الاثنين والثلاثاء والاربعاء راح تنخفض مؤشرات مواليد برج الجدي، وفي نهاية الأسبوع راح ترتفع عندنا، طبعا يوم الخميس والجمعة راح ترتفع عندنا مؤشرات برج الأسد وتنخفض مؤشرات برج القوس. بشكل عام أقدر أقول الحمل عنده انتصارة حلوة، عنده فرحة، عنده خبر جميل، عنده تحول لطيف الأسبوع القادم. الثور هو قمة النشاط والحيوية، هو أفضل الأبراج في الأسبوع القادم. الجوزاء عنده التفاتة عاطفية جيدة، يعني ممكن أن يكون توطيد علاقة مع الشريك أو مع الحبيب، أو حتى ممكن أن يجد شريك جديد، أو ممكن أن يجد حبيب جديد، أو ممكن أن يكون عنده لقاء مميز، يعني شيء له علاقة بالعاطفة أكثر ما يكون. السرطان راح تكون عنده اهتمام بالناس اللي من حوله، كان يكونون الأصدقاء، الأقارب، المعارف، الأهل، الأسرة الكبيرة، الأب، الأم، اهتمام كبير، وراح تكون عنده يعني هم الأبراج الصاعدة. الأسد عنده مفاجأة، مواليد برج الأسد، طبعا هاي السنة هي سنة حلوة للأسد بشكل عام، الأسبوع الجاي ترقبون مفاجأة حلوة وسارة، ممكن تكون لها فد نقلة جيدة للمستقبل القريب. يعني العذراء من الابراج اللي ممكن ان يواجه صدمه، وهنا لما اقول صدمه ما اريد هبط من معنويات مواد برج العذراء، لكن هي صدمه اكثر ما تكون، قد تكون نفسيه او قد تكون شيء غير متوقع ممكن ان يفاجئهم بالاسبوع القادم. الميزان عنده خبر صار حلو من الابراج الصاعد، ينتظر انفراج جيدة بخبر قد يأتي عن طريق تليفون أو يجي عن طريق شخص آخر، يعني شخص ثالث بالموضوع يدخل. فالميزان عنده خبر سار يترقبه بالأسبوع القادم. العقرب عنده تحول مالي جيد أو مكسب مالي، هذا المكسب ممكن أن يأتي بشكل مباشر أو ممكن يأتي بشكل غير مباشر، يعني قد يكون عن طريق ميراث أو عن طريق أو قد تكون فكرة مكسب مالي، يعني مو بالضرورة أن يكون مكسب مالي بشكل دايركت، قد يكون فكرة لكن هي لها علاقة بمكسب راح تجي بشكل أو بآخر. القوس عليه الحذر من الاندفاع في حالات الغضب، يعني المريخ راح يدخل بالقوس
راح يدخل يوم السبت في بداية الأسبوع، يدخل في القوس، فبالتالي القوس برج ناري، برج اندفاعي، برج ما أقدر أقول حماسي، يعني ما توصل حماسة القوس مثل حماسة الحمل مثلا أو قيادته، لكن هو من الأبراج النارية ويدخل المريخ، فممكن أن ينطيه اندفاعات، يعني نحذر برج القوس، نحذر هموات برج القوس من الاندفاع في حالات الغضب، ممكن على مستوى الأسرة أو العائلة أو على مستوى المعارف أو الأصدقاء، ممكن ينفجر في وجه شخص قريب أو صديق. طيب الجدي، لا الجدي عنده خلو مسار، فتزداد مصاريفه ويمر بفترة بها كثير من المصاريف وبذل كثير من الأموال، فالجدي عليه أن يلزم إيده وعليه أن شوية يحذر من الصرفيات الكثيرة. طيب الدلو عنده اتخاذ قرار مهم، الدلو عنده تحولات، فعليه أن يتخذ قرار مهم، وقد يكون قرار مصيري من فترة أو من أقدر أقول يعني مو أقل من فترة أسبوعين إلى أكثر، موجودة عنده فد شيء يراوده في باله، الآن راح يتخذ قرار مهم في هذا الجانب. الحوت، لا الحوت بالأسبوعين الماضي كان من الأبراج المرتفعة، الآن يراوده القلق والتوتر، ممكن يكون عنده إحباطات معينة. طيب من المواد الأبراج الصينية عندنا مولد برج الكلب، أيضا عنده قد يواجه مشاكل مع الشريك أو مع الحبيب أو على المستوى العائل، قد تكون عنده إشكاليات. برج الكلب بالرغم من أنه نقترب من سنة الكلب، سنة الكلب راح تكون تبتدي بتاريخ 15 من شباط فبراير، لكن الآن بفترة الحالية الكلب يعني بعد عنده إشكاليات، أقدر ما أقول فترة سلبية بالنسبة له، فينتظر 3 أسابيع قادمة وراه راح يرتفع المؤشر بشكل جيد جدا. طيب مولد برج النسر الهندي اللي هم مولد 1962، يعني لو هؤلاء يعني عندهم إشكاليات وإخفاقات مع الشريك أو مع الحبيب أو مع الشخص المقرب لهم، أو حتى قد يكون مع الصديق. طبعا من الأبراج الدرويدية الكستناء عنده خطوتين إلى الأمام، يعني عنده انفراجة جيدة أو عنده أمور مترقبة ممكن أن تحدث كان ينتظرها من فترة زمنية طويلة، فهو خطوتين إلى الأمام، يعني عنده نجاح ونجاح جيد. خليني قبل لا أدخل وأجاوب الأشخاص اللي راح يسألون أو يسألون الحقيقة الآن بالعام، أتكلم بشكل بسيط وملخص على تحول كوكب المريخ إلى مجموعة القوس النارية بعد ما كان في مجموعة العقرب. العقرب مائي والمريخ هو كوكب بين قوسين كوكب النار. الآن كوكب المريخ عندما يدخل في مجموعة القوس، معناته إحنا أدخلنا النار في كوكب ناري، أدخلنا الكوكب هذا اللي هو بالأساس كوكب ناري، أدخلناه في مجموعة نارية، في مجموعة حماسية، في مجموعة اندفاعية. نتوقع التالي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، ممكن نشهد حرائق برغم أنه إحنا في فترة شتاء الآن، لكن ممكن نشهد حرائق، ممكن نشهد أمور لها علاقة بتماس كهربائي أو تعطيلات أكثر ما تكون لها علاقة بالكهرباء بالتكنولوجيا بما إلى ذلك، ممكن أن نشهد بعض الإشكاليات، ما أقدر أقول على المستوى الأسري بين الناس فقط، حتى على المستوى الخلافات ما بين على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي ما بين رؤساء جمهوريات أو ما بين يعني سياسيين، بالأخص إذا كانوا هؤلاء من الأبراج اللي ما تنسجم انسجام جيد مع كوكب المريخ، فبالتالي هاي الاندفاعية ممكن أن تجعل عدم تقبل من قبل الطرف الآخر، هذا اللي ممكن تدخلنا في إشكاليات معينة بكيفية فهم الآخر أو بكيفية التعامل معه بأسلوب هادئ، لأنه المريخ لا يعتبر من الكواكب اللي يعطينا نوع من الهدوء والرومانسية، لا يعطينا اندفاع، يعطينا حماسة، يعطينا حركة، يعطينا سرعة، يعطينا طاقة،
لكن علينا نعرف شلون نقدر نستخدم هاي الطاقه بالشكل الصحيح اللي ما يسيء بيه للاخرين. زين، المريخ لما يكون موجود في كوكب في برج القوس، هذا يعني ان مواليد برج القوس عليهم الحذر من الاندفاعات، عليهم الحذر من 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 التفاعل مع الاخرين، لازم يتفاعلون بشكل هادئ، لانه المريخ الان موجود في المنزل، منزل الحركه والنشاط والحيويه بالنسبه لهم. طيب لما يكون بالنسبه لمواليد برج الجدي، هنا نحذر مواليد برج الجدي انه ممكن ان يصابون بامراض معينه، فنعطيهم الحذر اكثر ما يكون بالوقايه من مخاطر المرض بين قوسين اللي ممكن او العلل اللي ممكن ان تصيبهم. طيب بالنسبه الى مواليد برج برج الدلو، بالنسبه للدلو هنا نحذر مواليد برج الدلو من العلاقات اللي قد تتوتر مع الصديق. وجود المريخ بالقوس ممكن يوتر العلاقات، علاقات الدلو مع اصدقائه. فمواليد برج الدلو نقول لهم احذروا من توتر العلاقات، هي فتره مؤقته. علينا ان نفهم اصدقائنا، نفهم الاشخاص اللي تربطنا بهم علاقه الصداقه، هي علاقه جميله ولطيفه ومقدسه. فبالتالي علينا ان ما نتسرع بتعاملنا معهم او بتفاعلنا معهم عفوا. فبالتالي يؤثر اكثر ما يكون على الصداقات الموجوده او علاقات الصداقه بالنسبه الى مواليد برج الدلو. طيب بالنسبه الى الحوت، خلي يحضر مواليد برج الحوت، وجود المريخ بالقوس يؤثر على الحوت على جانب السمعه، الوشايه، الدعايات، التفضيل الكاذب، المكانة الاجتماعية. الحوت قد يتهدد بمكانته الاجتماعية خلال فترة تواجد أو مكوث المريخ في مجموعة القوس النارية. بالنسبة للحمل، الحذر من السفر، لن تكون فترة جيدة ومناسبة إلى مواليد برج الحمل طيلة تواجد المريخ في مجموعة القوس النارية، فعليه أن يحذر من السفر. خلي يسموني مواليد برج الحمل اللي يريد يفكر الآن، واللي الآن بدت عنده فترة عطلة نصف السنة والذي سافر، لا، الحمل فترة تكاد تكون حرجة للسفر بالنسبة لهم، ولهذا عليهم أن يتغيثون بهذا الجانب. طيب بالنسبة إلى الثور، وجود المريخ في مجموعة القوس يؤثر على الجوانب اللي لها علاقة بالعقارات، لها علاقة بالميراث، لها علاقة بالأمور المالية، لكن أقدر أسميها المالية العينية بين قوسين، يعني المالية اللي تعتمد على العقارات، على الأراضي، على، فبالتالي أي بيع وشراء له علاقة بالأراضي، بالمحلات أو ما إلى ذلك، بالنسبة لمواليد برج الثور غير موفق، أو لن، يعني نقدر نقول أنه سيواجه صعوبة خلال فترة تواجد المريخ في مجموعة القوس الناري. زين، الجوزاء، لا، هنا المريخ صار في منزل الشراكة، يعني الجوزاء دير بالهم، خلي يديرون بالهم من علاقتهم مع الشريك، وهنا أقصد الشريك اللي هو الزوج، وممكن يكون الحبيب أيضا، الزوج والحبيب. هنا العلاقة قد تتوتر بالنسبة لمواليد برج الجوزاء، ولهذا عليهم أن يحذرون بتعاملهم مع الشريك أو الحبيب. زين، السرطان، وجود المريخ في برج القوس يؤثر بشكل سلبي على مواليد برج السرطان بالجانب الصحي. عليهم التريث، عليهم قدر الإمكان الحيطة، ممكن يتأثرون صحيا ونفسيا أيضا. طيب الأسد، لا، المريخ ممكن يأثر بتعامل الأسد مع عائلته، العائلة، الزوجة، الأطفال، الأشخاص المقربين، أقصد العائلة الصغيرة. يجب على مواليد برج الأسد هنا أن يتحمل بعض الصدمات اللي ممكن أن تؤثر بشكل سلبي من ناحية حصول على السعادة بين قوسين من قبل الآخرين اللي من حوله، أقصد. فبالتالي ممكن أن يمر بفترة عصيبة، ممكن يمر بفترة بها نوع من التضايق، لكن بشكل عام هاي الفترة لن تستمر طويلا.
بالنسبة إلى مولد برج العذراء، تواجد المريخ في برج القوس يؤثر على علاقة مولد برج العذراء مع الأهل، مع الأب، مع الأم، مع العائلة الكبيرة، مع الأخوة، الأخوات، ممكن يوتر العلاقة. وعليه أيضا ننصح مولد برج العذراء بالحذر بالتعامل مع الأخوة والأخوات والأب والأم والعائلة الكبيرة بين قوسين. طيب، المريخ ومدى تأثيره على مولد برج الميزان إذا كان في القوس. طبعا أكيد يأثر على الصداقات، صداقة. إذا كان عندك صديق، إذا كنت في مولد برج الميزان وعندك من حولك أصدقاء مقربين، فاحذر من أن تفقدهم أو أن تتوتر علاقتك وياهم. ولهذا عليه الهدوء والتريث بتعامله مع الأصدقاء، ممكن ينقينه من التوتر أو الغضب إلى مولد برج الميزان مع المقربين اللي من حوله. هنا أنا أحدد الأصدقاء. طيب، العقرب لا، راح يأثر عليه من جانب المالي. وجود المريخ في مجموعة القوس يؤثر على العقرب من الجانب المالي، وبالتالي العقرب لن يأخذ حظوظه بشكل بسيط وسهل، يحتاج لأن يبذل مجهود، ومجهود مضاعف وأكثر من مضاعف حتى يحصل على الجانب المالي. لكن طبعا هذا راح تكون فترة مؤقتة إلى حين خروج المريخ من برج القوس. خلينا ناخذ بنظر الاعتبار ايضا وجود كواكب اخرى ممكن تدعم موالد الابراج ايجابيا، يعني مو فقط على جانب المريخ، نقدر نقول اكو كواكب اخرى ممكن ايضا تدعم ايجابيا، واكو كواكب ايضا تدعم سلبيا، لكن موضوعنا اليوم فقط على المريخ وتاثيراته بالنسبه لمواليد الابراج بالفتره ما بين 27 يناير، يعني من يوم السبت القادم بعد بكره 27 يناير الى 17 آذار مارس، يعني إلى 17 من الشهر الثالث آذار مارس، فقط في هذه الفترة. طيب، خلينا نفتح باب الأسئلة للأشخاص اللي يحبون أن يسألون عن أبراجهم أو عن تأثير المريخ أو أي كوكب آخر معين يأثر على برجهم خلال الفترات القادمة. نبدأ بمن؟ بسارة نجاح تقول يا ريت تتكلم عن العقرب المتغير أحواله كل شوية، العشرية الأولى أمشي الصحة من ناحيه الدراسه اكو نجاح واسرع عن العاطفه 25/10/93. لا، عاطفه راح تنتهي بالعاطفه. نزلت المؤشرات يا ساره، اسمك يدعمك، اوكي جيد، لكن نزلت مؤشراتك بالعاطفه بسبب سنه ولادتك مواليد 93 بدات تنزل المؤشرات مالتهم مع اقترابنا الى سنه الكلب الصيني، طبعا الشهر القادم راح تكون. طيب، 23/7 تقول اول يوم الاسد 23/7 شلون هالسنه؟ لا، حلوه، بس خلي بالك شيء، انت تتاثرين ايضا بالقمر لان انت بالعشريه الاولى او بدايه العشريه الاولى، وبالتالي برجك ليس اسد خالص، يعني مو اسد خالص المؤثر عليه هو الشمس، او الشمس خلينا نقول هي اللي تاثر عليه، لا، انت تتاثرين بالشمس والقمر، وبالتالي انت انسانه ازدواجيه، عندك ازدواجيه بالشخصيه، لان شخصيتك تاخذ من جانبين متناقضين مع بعض، اليانغ والينغ مع بعض، وبالتالي اليانغ والينغ اللي عندك هي تناقضات موجوده في شخصيتك. شلون راح تكون السنه؟ سنه حلوه عليك، حلو، بس مو افضل من جماعه العشريه الوسطيه، الوسطيه بالاسد تكون افضل سنه بالنسبه لهم. زين، حيدر التميمي يقول برج الحوت عن العمل. الفترة الحالية الأسبوع القادم أقدر أقول لا، انخفاضات عند الحوت، عنده انخفاضات، ويعني ممكن يكون قلق وتوتر، بس الفترات اللي بعدها راح يكون الوضع أفضل بالنسبة للحوت، أفضل بكثير. زين، رفاه 14/12، رفاه تحياتي لك يا طيبة، نورتينا. 14/12 يمكن 1980 يا رفاه 80 برج القرد والقرد المعدني. القرد المعدني هذا القرد العصامي اللي متحمل كل اعباء الحياه، هو معدني اساسا، يعني هو واحد من الاصناف الصينيه خمسه، المائي والخشبي والناري والارضي والمعدني. المعدني هو اكثر انواع الـ الـ الـ
او اكثر الاصناف اللي تواجه المتاعب، لانه هم المعدن، معروف المعدن ما نقدر، من يستطيع ان يلين المعدن؟ من؟ يعني المعدن هذا شيء معناته شخصيه صلبه قويه، متحمله اعباء المسؤوليه، شخصيه يعني داخله الى الحياه بثقل. وبرج القوس 14 12 لا، اكو انخفاضات، اكو انخفاض في الفطر الحالي، اكو انخفاضات، لكن اكو تحول حلو ان شاء الله راح يصير عندك، مو هسه بعد، قبل يحتاج له وقت. زين، اسمي رشا بنت حميده، مواليد 2/2/86، متزوجه من احمد بن مسعده 15/6/79. السنه دي حتبقى ازاي؟ تحياتي لاهلنا في مصر. اكثر شعب يزيد على الكلمات دي وزاي وبرده وما ادري شو، كلمات دائما بها زياده، دائما يعني ماكو جمله جمله اذا مو بها كلمتين ثلاثه زياده، يعني زياده مستحبه هي ما لها علاقه بالموضوع يعني. تحياتي لك طبعا. انت 86 مواليدك وزوجك مواليد 79، صعبه الك زينه، الك زينه. زوجك هم ما نقدر نقول نوعا ما زين، لكن انت اقصد العلاقه بيناتكم علاقه صعبه. 79 برج العنزه، برج العنزه 79 والنمر، نمر النمر الناري 86 والعنزه الارضيه. اوكي، نار نار والناري والارضي ينسجمون، بس العنزه والنمر صعبه. على اي حال العلاقه بين قوسين اقدر اقول الك الزوجك 79 مواليد 79 هي علاقة زينة، بالأخص عفوا الوقت بالنسبة إلى زينة راح يكون بالشهر الثالث والرابع، العنزة الأرضية الثالث والرابع راح يكون هاي السنة جيدة. بالنسبة إليك أنت 86 راح تكون، أقدر أقول السنة القادمة أو عفوا هاي السنة، لكن بعد 15 شباط فبراير راح تكون معظمها جيدة بالنسبة لك، لكن احذري من العلاقة، يعني احذري من أنه زوجك من نوع المزاج، زوجك من نوع المزاج، وانت من النوع اللي يعني حادة جدا، اموره مواسية بالمناسبة، فاكو توترات معينة، بس ماكو شيء ما له حل. زين، 24/1/84 مهنيا وماليا حلوة السنة الجاية، لا شوفي نور الشبل او نور السنة القادمة اقصد 2019 راح تكون توب توب بالنسبة لك او بالنسبة لك، ما ولد ولا بنت ما. السنة اللي بعد 2019 راح تكون توب. هاي السنة اكو تحولات حلوة، اكو عندك تحولات حلوة جيدة، برج الدلو اكو شو عندك حلو لطيف، لكن من الفترة الحالية، لا الفترة الحالية لا، اكو انخفاضات بالفترة الحالية، برجك الصيني منخفض والبرج البابلي منخفض. مها عباس، ممكن برج السرطان عن العمل والحظ والعاطفة؟ 7/7 كتبين السنة، يعني سرطان اكو عندنا 500 مليون شخص من مواليد برج السرطان، شنو كلهم راح يشتركون بنفس الصفات؟ يعني بنفس التوقع؟ لا كتبين السنة شوي على الاقل نقدر نميز نوعا ما. زين، اطياف بنت فريال 25/3/1980 تسأل عن عقار أو تشتري عقار، أعتقد تشتري عقار، اشتري بالعكس أصلا كلش مناسب بالنسبة لك، جدا مناسب والتحول كلش حلو عندك، هو أنت أساسا برج الحمل وبرج ال يعني ال 25/3 برج الحمل والعشرية الأولى، هاي السنة عندكم فلوس تجيكم عن طريق عقار، ميراث، عن طريق معونة، عن طريق هاي السنة عندكم تحول مالي جيد. صح اكو شوية مثابرة وتعب بأول شهرين ونص أو ثلاثة شهور، لكن عندكم تحولات حلوة، دخلي بهذا المشروع. زين، زهراء البياتي، زين مواليد 95 برج السرطان مواليد 90 برج القوس، سرطان وقوس و90 و95 شافت حلبة الملاكمة، بس شلون اوصفها؟ وزن ثقيل ووزن خفيف، 95 طبعا وزن خفيف، قال برج الخنزير يعني رقة
وعاطفه وجماليه وحلاوه. و90 برج الحصان، برج الحصان من يعني جنكيز خان، برج الحصان يعني حلبه مال الملاكمه، لكن 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 ما متوازنه يعني، ماكو توازن بيناتهم. العلاقه صعبه الا اذا يعني اكو تنازلات من قبل طرف على حساب طرف اخر، على حساب حتى الشخصيه الذاتيه بالنسبه للشخص. زين استاذي، انا 22/10/88، هل في عندي رجوع لمولود 2/2/82 او سيكون زواج من شخص جديد؟ وشكرا. رجوع مالك بس زواج ان شاء الله لك، ورجوع مالك وافضل ما يكون رجوع لك، ما تنسجمين وياه هو هم مو لك ينقسم. زين 11/1/99 شنو السؤال منعرف؟ 25/7 راحت. زين 8/7/94 برج السرطان عن العاطفه والعمل. انت مو بس سرطان، سرطان برج الكلب 94 عن العاطفه، عاطفيه جدا، عاطفيه جدا، وعن العمل 90 لكن ما تحصلين للمعلومات يعني. مو هسه اللي راح تكون الفتره القادمه هي افضل بالنسبه الى مود برج الكلب باعتبار هو نفس برجك، لكن مع ذلك وجود السرطان بهاي المواليد بالذات، هذه المواليد العشريه الاولى ما تنطي فد تحول عاطفي جيد. تحياتي للجميع. زين وانت بالمناسبه اللي قبل شويه ممكن تكون عندك اشكاليات كثيره يعني حتى الطاقه اللي عندك غالبا ما تكون طاقه ليست ايجابيه. موجة ال 94 بتكون سرطان. غالبية الفتيات أو الرجال من مواليد 94 برج السرطان طاقاتهم تكون سلبية، الغالبية نتيجة التجربة. تحدث أنا تجارب. طاقة سلبية، لازم تحوليها لطاقة إيجابية. طيب موناليزا، أريد أشتري عقار اسمي غزوان بنت، ها عندي عفوا آسف، اسمي غفران بنت، لحظة راحت، عيديها من جديد، عيديها. احنا بالايام الجاية بعد راح نغير هذا الجسم مال، نقعد نقرا، راح نسوي تليفونات، نفتح ارقام تليفونات واللي عجبه يتصل، خليه يتصل ونجاوبه عادي افضل، لانه اللي يكتب ما دا الحق يعني، بينما اوصل للكتابة اذا قرأتها بشكل صحيح تصعد تطفر تجي غير كتابة هاي. زين ام زهراء، مواليد 1970 شهر 8 بس اليوم ما اعرفه، اكو 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 شراء سكن او اكو حمل او اكو حمل، اي اكو شراء سكن او اكو حمل. هسه احنا ما عرفنا انت برج الاسد لو برج العذراء، انت شهر 8 اسد لو عذراء، اذا اسد احتماليه اكو حمل، اذا عذراء انسي، اذا بهاي المواليد 70 اذا ما نعرف يعني ما اقدر اقول لك شيء يعني، ما اقدر اقدم لك شيء عموما. اذا ما عندك اشكاليه، خلينا نقول اشكاليه طبيه لها علاقه يعني بينك بالنسبه لك او بالنسبه لزوجك، تعالي راجعين هنا للمكتب وان شاء الله نشوف لك فتح حل، نشوف لك فتح حل ان شاء الله. مصطفى جواد كاظم، تحياتي لك، يقول الدلو يرحم والديك، تحياتي لك يا طيب، اكتب لنا السنه مصطفى. دعاء الشكري، زين اوكي سهل لقينا واحد زين اوكي. انا برج الميزان مواليد 29/9/90، بس احنا بصعوبه لقينا شيء نقدر نقراه بشكل صحيح، ما في سؤال. طيب خلود بنت ثوره 24/7/1986 عن الزواج، متزوجه وبالبصمه، بصمه بعد شو تريدين؟ مع العلم، مع العلم، وتتذكرين يا خلود انت من النوع اللي من الاصناف اللي يعني زواج بكل الصعب. طبعا راح تقولي لي اني يجوني بالاسبوع 35 واحد وبالشهر يجوني 300 واحد واني ارفض، وانا ما بغض النظر انا ما لي علاقه بهذا الشيء. انت كشخصيه بين قوسين مو شخصيه عائليه، مو تبع زواج يعني، مو شخصيه تصلح لكي تكون زوجه بين قوسين، انت شخصيه تصلح لكي تكون قاعده في مصنع.
شخصية تصلح لكي تكون زعيمة حزب، شخصية تصلح لكي تكون إنسانة منتجة، مو مال بيت وقاعدة وأطفال، مو هاي يعني. مو الزواج بالنسبة لك هو فد اتفاق مزعج، لكن طبعا بحكم التقاليد والعادات والأعراف وش تسوين يعني، لازم تفكرين بالزواج. لكن زواجك هو صعب بشكل عام، صعب بشكل عام هو صعب، لكن أنا أجزم لك وسجليها عليه، أنت هذه السنة متزوجة بس احتاج شوية تنزلين يعني تخففين من 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 الاستعلاء الموجود عندك، بس يعني طلباتك فقط. ميلاد الجميلي 17/9/76 واحد زين ممتاز. حسام يقول السلام عليكم استاذ منور، اريد اعرف برجي 17/12/1987 برج القوس برج الارنب. تعبتوا 2017 لا تقول لي تعبتوا، وقد يكون التعب بعد لحد الان موجود، لكن راح تتذكرني بانفراجة حلوة. اي باش قد حلوة، ايش قد حلوة في نهاية الشهر الرابع، نهاية الشهر الرابع يعني من بعد 15/4 الى نقدر نقول 1/5 هالاسبوعين، فد شكل اخبار حلوة راح تصفون على فد حلوة ولطيفة، وراح يكون عندكم قرارات ثابتة مو قرارات متخلخلة مثل كل مرة، وعندكم انفراجات لطيفة جدا ومفاجأة ما حلوة زين. هدى بنت سهام 16/69 عن الحياة، يا حياة انت مؤك وحياة انت مدمرتها لحياتك، مدمرتها لحياتك، ميزان ودجاجة هواء يدخل ويا الدجاجة، اذا ما يعطينا شخصية يومية ب 500 رأي، ما عندك رأي ثابت سيدتي، ما عندك انت ما عندك قرار ثابت، انت مقمزين منا ومنا. طاقات سلبية، طاقات اللي عندك هي طاقات سلبية، ريثما تكون الطاقات إيجابية راح تعرفين قرارك مين يكون. زين 3/3/91 وخطيبها 4/10 أكو راحت ما نفرت زين عيديها إن شاء الله زين. إيه أسماء أو أسماء داود ها أسماء عن الصحة والعمل 25/7/1991 عمل إن شاء الله أكو عمل قريب، إن شاء الله أكو عمل قريب، أما عن الصحة لا أنت يعني أكو تعب أكو إشكاليات أكو إشكاليات. وفاء تقول عندي مشكلة عن الزواج والحظ وشنو المشكلة الروحانية، يعني المشكلة الروحانية ممكن تكون عندك مشاكل كثيرة، بس اعطينا اسم والدك بكتبي كتبين نحاول بشكل سريع نشوف. 15/2000 برج الميزان أكو نجاح، أكو نجاح ونص ميزان وتنين يا محلى، هو اصلا هذه مواليد ميزان وتنين، يا تنين تنين مائي روعه 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 رومانسي حساس زين، وميزان يعني الهوائيه تندمج مع الـ مع الـ مع الرومانسيه، يعني شخصيه حلوه 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 فيها قوه جذب ولطيفه، لا اكو نجاح طبعا اكو نجاح، نجاحات بالحياه وحتى نجاحات بالدراسه، برج التنين يكونون عاده مجدين بالدراسه. حسين البدر يقول أنا هسه أريد إبداع، اخلق لي إبداع. تحياتي لك حسين، تحياتي يا طيب، تحياتي الوالد حسين البدر المخرج المبتدئ الجميل اللطيف، ذكرتني بأيام الإبداع، أريد إبداع، ذكرنا فد موضوع جدا جميل، إنه كنا دائما لما نلتقي كمجموعة حتى لا يصير اكو فد ملل والشخص يشعر بنوع من الاحباطات، دائما كنت امد الاشخاص الموجودين من حولي انه لازم اكو فد شيء اسمه طموح وامل وطاقه ايجابيه، فواحده من ضمن مفاهيم الطاقه الايجابيه ان اخلق لي ابداع، يعني لا تجي تتحدث لي بامور هي امور متداوله واعتياديه، اريد ابداع. فهذا هذا حسين اليوم يذكرني بكلمه اخلق لي ابداع، اللي من خلالها جت الفكرة واللي على أساسها سافرنا في وقتها إلى الـ إلى الـ إلى الشبايش في الناصرية وصورنا في جزيرة حفيظ واليشن
اعتقد، بس للاسف الفيلم ما خلص كامل يعني، طلع فيه شوائب معينه، بس كان فكره كلش لطيفه في وقتها. جت من فكره بسيطه بسيطه انه اخلق ابداع. زين، ميسل عزاوي تحياتي لك، 11/91 ريهام مد ايمان عن الزواج. لا لا صعب، العرض والتابع وراها، وريهام صعب اسم بيتعب. زين، فداء او فداء تقول اني وانثى، طبعا انت اكو ولد اسمه فداء اكيد وانثى. زين زين، بس راحت طارت ما راحت. 28/7/93 منال شديد، 28/7 برج الاسد، 20 الاولى، 63 برج الارنب. يا ارنب، هذا ارنب الماي شبي عن العمل وجماعه العمل. حلو حلو، اكو عمل اكو عمل اكو عمل، وقريب ان شاء الله، قريب ان شاء الله. طيب استاذ فدوى زينه، الله شو اسم حلو هذا، 17/5/94 عن الدراسه والحظ. لا دراسه حلو، حظ يعني حظ، ان شاء الله السنه الجايه انت خوش حظ. هو انت بشكل عام مو محظوظه يعني، برجك الثور لما يقترن ويا 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 الكلب ما يعطينا شخصيه محظوظه، ثور وكلمه مو محظوظين بالاخص بالعشريه هاي 17/5 يعني العشريه الاخيره. لكن هاي السنه يعني خلينا نقول بالاوقات الجايه لا، المؤشر راح يرتفع عندك، نقدر نقول هي الى نهايه السنه هي الافضل لك من السنوات الاخرى. سالم بتحسني، تحياتي يا ورده، تحياتي لك. 27/8/79 العذراء، دير بالك العذراء هذا الاسبوع القادم اكو يعني، انا احذر مواد برج العذراء من او ممكن يواجهون في صدمه معينه من قبل المقربين او ما الى ذلك، هي فتره وجيزه. واني وعدت سابقا وارجع من جديد اوعدك بانه فتره الشهر اذار مارس راح تكون فتره حلوه بالنسبه لك ان شاء الله، وتسمعين بها اخبار كلش لطيفه، البرج يدعمك وطاقاتك ايجابيه ان شاء الله. زين، مكي البصري، مكي البصري يقول منور، النور نورك ونور الموجودين، تحياتي لكم جميعا. محمد اتش شريف، 11/1/85. طيب ما هو وضع البصورة؟ البصورة عامة، تبرج الفار تتسلق على أكتاف الآخرين، تبدأ تشعل الوضع، هو الوضع كله لكم تسلق، يعني أنت إيش قد ما تقدر تسلق، لأن هي هاي شخصيتك بين قوسين، وجدي يعني ما تصرف، وعصامي هماتي بنفس الوقت، تصنع حظك لنفسك، لا أكو مستقبل بس بعيد، المدى البعيد مو قريب، المدى البعيد في تعب. السنة هذه السنة هي ليست سنة يعني شوي بها الجدي يواجه متاعب من زحل موجود، يعني هو راح يبذل مجهود بس ممكن يحصل، ممكن يحصل بالنهاية. طيب آلاء الأنباري، تحياتي لك، تحياتي للوالدة، تحياتي يا طيب. زين، انشودة المطر 3/3/91 وخطيبها 4/10/83 اكو زواج عندهم، زواج تطلعها الفيزا، الفيزا خلينا نشوف هو ايش قلت، حوت عنزة، وهي كانت راحت. هو عنده زواج الحوت والعنزة، عنده تحول حلو هالسنة، والله تغيير حلو عنده. أريج الدليم، تحياتي لك، 31 عن حياتي العامة، 31/7/85 البقرة الأسد. لا شخصية، شخصية البقرة الأسد، نابليون شخصية قوية قوية قوية، خليها سراح يجي الشهر، الشهر الخامس شوف شلون تحولات حلوة عندك. زين، عن التعيين، وينك تعيين حيدر؟ ايش قد ايش قد بكل بساطه ليس عن التعيين، يا تعيين الله يخليك، والعراق ماخذ من صندوق النقد الدولي ومديون، وصندوق النقد الدولي يعني حدد نسب التعيينات، ويا تعيين الله يخليك. وينك؟ مها عباس، ليش ما تقرا تعليقي 7/7/94 عن العام الموحد؟ حكيناها سرطان وبرج الكلب، حكيناها يعني
العاطفه لا صعوبه، والعمل همات اكو صعوبه، اكو صعوبه. الفتره الجيده بالنسبه لك، الفتره القادمه هي راح تكون جيده بالنسبه لك، لكن هي بشكل عام، بشكل عام انت من الشخصيات الغير محظوظه باعتبارك تجمعين ما بين سرطان وما بين كلب في نفس الوقت، وبالعشريه الاولى من السرطان. زين رسل بنت اسراء عن العمل 98/23/3. حلو حلو، انت انا اتوقع لك عمل حلو قريبا اتوقع لك. زين برج القوس على الصعيد على الصعيد المادي والصحه، انا ما اعرف اليوم اسمي زينب، تعرفين اليوم شو هو اليوم كلش مهم لان يحدد لك يحدد لك ارقام الحظ، يحدد لك التمنية عشرية، ويحدد لك التمنية برج هماتي. مجرد برج القوس مو كافية، يجوز انت مثلا ماخذ الفترة فترة الشهر خلينا نقول ال 12 بس 12 يشترك بالقوس يشترك بيه جدي بنفس الوقت. زين 15/12/81 انوار السعودي، السعودي خطر انت يا انوار، خطر وقلق ومتعب جدا ونخناق جدا، والحظ ما يجيك الا بتعب، ابدا الا بتعب، تبذل مجهود يلا تحصل ما بيها، وبدت المؤشرات تنخفض عندك. بس طبعا ما احب اطلع على نهايتك للنهايه، لا صراحه اعطيك فتره حلوه لطيفه جيده بين 12/5 يعني 12 ايار الى 26 ايار، هاي الفتره راح تكون مناسبه وجيده، وعندك شهر 11 نوفمبر عندك تحول حلو، فاسعى في سبيل ان تقطف ثمار ما 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 جنيته في نهايه السنه. منى السراي حوق زين اخلاص، تقول اخلاص مواليد 1/5/2 واسال عن الترقيه والمال 72/1/5 عن الترقيه. اذا ما تترقين كل شيء مفتهم، اذا ما تترقين هذه السنه اكو ترقيه ان شاء الله، اكو ترقيه ان شاء الله فاطمئني. 1/5/72 عندك ترقيه وعندك تحول كلش حلو. زين سلام سلام الكربلائي 21/12/1968 في سؤالك. زين عبد الله ابن رشا 15/7/2010 على الدراسه، الدراسه هو كلها بالاول او بالثاني ابتدائي، يعني ما نجحوا اول ثاني ابتدائي، اذا نجحوا دارس هو صغير في دراسه يعني تقابل هو كليه فشي بكالوريا. زين زين هل اسم انتظار اسم ايجابي؟ لا طبعا اسم سلبي، اسم انتظار اسم سلبي. نعيمة بنت حسنية 9/7/75 حلو حلو، هذه برج الأرنب، هذه تتعب تتعب عاطفيا أكثر شيء، وأكو عندها يعني عندها مشاكل كثيرة هاي الأرنب الخشبي أبو 75، بس الشيء الجيد أنه عندها تحولات حلوة على الشهر الرابع حلوة، والشهر الخامس ما عندها تحولات حلوة جيد، أكو تحولات حلوة بحياتها هاي السنة بالذات. زين 1993 الانتقال والانفصال رائد الطيب 1993 63 يسأل عن الانتقال والانفصال، عندك انتقال وعندك انفصال، بس قول ان شاء الله عندك انتقال وعندك انفصال باش تريد. يلا اسمي غفران بنت انعام 21/1/83 فدوى، جاوب اجاوب على شنو عيني يعني غير سؤالك شنو، انا عاوز السؤال اريد السؤال شنو، اسمي غفران بنت انعام
فدوى جاءوا وموالده، جابت على شنو؟ زين جانا 2 7 9 8 عن الحظ والحياه بصوره عامه. 2 7 9 8 الله الحي والحي الارضي وما ادراك ما الحي الارضي. طيب عوده من جديد اعزائي، انا جدا اسف لانه يعني النت ضعيف ورجاء لا احد يكتب لي بالخاص، يعني هو النت ضعيف وكتابه بالخاص اضافه لاتصال، يعني اكيد ما راح يعني ما راح يطلع البث بشكل صحيح. طيب خليني اجاوب على الاشخاص اللي سالوا. طبعا اول شيء ارحب بالاشخاص اللي انضموا الي الان، تحياتي لكم جميعا. محمد البدر تحياتي لك يا ورد، تحياتي نورتنا. شلون الاجواء عندكم اليوم تركيا؟ شكرا للجميع. مها مهدي تحياتي لك. جوري تحياتي لك ايضا. زين خلينا نشوف الاشخاص اللي يحبون ان يسالون قبل لا ننهي. ود المعموري تحياتي لك، اذا انت ود اللي ببالي، ود جماعه الديار. ود جماعة الديار، إذا أنت ود جماعة الديار فأني كلش مشتاق لك يا ود، تحياتي لك يا طيبة ونورتيني، ويا ريت لا تبقين همتي على الخاص، عاجبني هواي أحكي وياك. تحياتي يا طيبة. زين. جعفر جميل 2 7 1975 مهنياً، والبرج الصيني، البرج الصيني أنت الخشب، عفوا الأرنب. الصنف الخشبي، العنصر ين، المولود في سنة ين، وأنت من الأبراج اللي احنا نسميها أبراج الدماثة، يعني أكثر هذه المواليد أو هذه الأبراج الأرنب الخشبي دائما أو غالبا ما يميل إلى الأمور المهنية الدراسية، ويكون شخصية مهذبة بشكل عام، لكن حظوظه بشكل عام هي حظوظ بها كثير من الطسات، خلينا نقول في أعباء الحياة. وأنت 2 7 برج السرطان ايضا عندك اشكال، انت مشكلتك اكثر ما تكون بالجوانب العاطفيه، بالرغم من اتساءلك على المهنه، ان شاء الله اكو تغيير حلو عندك ان شاء الله، اتوقع في على الشهر الخامس عندك تغيير حلو. فرح عبد الرزاق بدها تبكي. زين ندى بنت حكيمه 12 7 70، الصحه والعمل والعاطفه بليز، العاطفه لا، الصحه هم لا، العمل بينه وبينه، عندك مشكلتك روحانية ما بها مجال. طيب سلوى بنت عزيزة 6 8 79، كيف السنة وعن الطالع بشكل عام؟ حلوة السنة بالنسبة لك، حلوة، أما الطالع فهذا يتحدد بساعة الولادة وبمكان الولادة، حتى أريد أقرب صورة معينة للمعلومات. الفرق البرج، أكوات يجي أسئلة يقول لك نعتمد على البرج أم نعتمد على الطالع بالتحليل؟ بالتحليل نعتمد على البرج وليس على الطالع. ليش؟ لانه البرج هو شيء، خلينا نقول هي مجاميع نجميه موجوده بالفضاء الخارجي، مجاميع اسمها مجموعه الحمل، مجموعه الثور، مجموعه نجميه اخرى اسمها مجموعه الجوزاء، الى اخره 12 مجموعه نجميه، فحركه الشمس تتحرك على هذه المجاميع النجميه، وبالتالي مو فقط الشمس والكواكب الاخرى تتحرك على هذه المجاميع النجميه، فنحن نتاثر بحركة الكواكب في هذه المجاميع النجمية، فتأثيراتنا هي بالبرج، أما الطالع يحدد ساعات الولادة، يعني شخص انولد من مواليد برج الحمل لكن انولد ساعة بالتسعة الصبح، وشخص آخر في نفس اليوم أيضا مواليد برج الحمل لكن ولد ساعة ب 12 الظهر، ما معقول هذول الاثنين لهم نفس الصفات، لا اختلفوا، الاول الطالع مالته يدل على انه هو جوزاء، اما الثاني فالطالع مالته راح يدل على انه سرطان، فطالع سرطان يعني معناتها الاول ياخذ من موالد برج الحمل كصفات عامه، اضافه الى هذا نضيف له صفات اخرى ياخذها من الجوزاء، اما الثاني المولود بنفس اليوم وبنفس السنه وبنفس التاريخ لكن فرق الساعات غيرت عندنا انه ايضا برج الحمل لكن
ياخذ من صفات السرطان هنا لانه طالع السرطان. فبالتالي الشخصيه تغيرت، لكن السؤال المطروح حركه الكواكب تؤثر على الطالع ام تؤثر على البرج؟ لا طبعا تؤثر على البرج، لان هذه الساعات او الطالع يتحدد بساعه ولاده ومكان الولاده ايضا، المكان. يعني شخص انولد ساعه 12 الظهر هو نفس الشخص برج الحمل اللي ولد ساعه 12 الظهر في بغداد، نفس 12 الظهر بلندن، لا فرق جرينتش ثلاث ساعات، فرق ثلاث ساعات. يعني المولد ساعه 12 الظهر ببغداد، بلندن هي الساعه 9 الصبح. فبالتالي اختلف عندنا شنو؟ اختلفت عندنا الشخصيه. فهنا مكان الولاده اضافه لساعه الولاده حددت لنا الطالع، ولهذا ما لها علاقه الطالع بالتاثيرات الفلكيه نهائيا. احنا مرات للسهوله نقول فلان طالعه ايجابي، طالعه وليس الطالع مالته اللي مقصود به المتحدث بساعه الولاده، لا. مثل ما نقول شخص حظه طالعه نصيبه، يعني هذه امور تداولنا عليها بالامور العاميه الاعتياديه، لكن هي بالحقيقه الطالع بحث اخر مختلف، بحث له علاقه بالشخصيه وليس له علاقه بالتاثيرات الفلكيه. طيب زين، زهراء بنت خولة 7/5/96 عندي رجوع مع زوجي 21/5/84، لا أعتقد، أنا لا أعتقد هسه بعد أكو رجوع الله أعلم، أنا لا أعتقد. طيب زين، هسه رجوع في المشكلة اتصل بي وسوي وساطات ورجعين. المشكلة هي مرات تجي مثلا زهراء عندي رجوع، هي شخصين، هي العملية تريد مبادرة، هي حتى المشكلة لما تصير ما بين الأزواج لمجرد اكو تنازل من الطرف من احد الأطراف خلاص ماكو مشكلة. هي المشكلة هي مشكلة العناد. انت تقولي لي اريد رجوع، انت تتمنين الرجوع بس انت ما تريدين تقدمين تنازل حتى ترجعي له، تريد هو يجي يقدم تنازل، لا ما يجيش، من هسه اقول لك اياها. تريدين يريد شيء لازم يقدم عليه، يريد شيء يقدم عليه، ما بها مجال، ما نريد يعني نحكي فد امور بعيده عن اساس المنطق والواقع. واحده تريد ترجع على رجلها تروح تقدم تنازلات وتقول له انا مستعد انا اقدم تنازلات في سبيل ان ارجع لك، اما تكابر وتقعد بالبيت تتمنى ترجع له وتريد هو يتصل بها ويرجع ويحقق شروطها، لا يعني هذا مو منطق. طيب هدوء البحر 24/9/82 نهاية إشباط، أسوي عملية تجميل. تسأليني لو راح تسوين أنت، أكو علامة استفهام بالموضوع لو راح تسوين. زين أنا دلو مو سرطان أستاذ سلمى، والله ما أعرف، أعطينا كتبنا مواليدك، أنا ما أدري مواليدك، ما مكتوبه هنا. طيب لو هدي البنت حسنة 27/5/94، ما شاء الله اليوم جماعه ال 94 هواي يدخلون عليه، كل شوي دخلوا اليوم 94، عبالك عندهم احساس انه الايام الجايه راح تكون ايام انفراجات وايام جميله بالنسبه لهم. بالمناسبه مولود ال 94 يمتاز بحلاوه لطيفه جدا، يعني سواء كان من الذكور او حلاوه لطيفه، فهو من الابراج اللي بيها جاذبيه، بس غالبا ما يواجه بعض يعني اشكاليات ومتاعب وبذل مجهود، بالاخص اذا كان سرطان يعني. طيب يكون حساس اكثر من اللازم. زين والله يعني دمرتيني يا موناليزا، اريد اشتري عقار، ودي اشتري عقار وخلصينا، وقلنا لك اشتري وخلاص، هسه بعد راح اشتري لي عقار، واذا عدتي مره ثانيه قول ايش لا تشتري يا موتي، اشتري وخلصينا. زين مرحبا، علي واسراء اكو انسجام؟ نعم اكو تطابق اسماء، علي واسراء حلو، اسمين متطابقين، فيزا راح تطلع ان شاء الله، وخطيبها ياخذها الى الخارج. يلا بعد شو تريدين؟ شوية المرة تقول خطيبها علي وإسراء 91 هو وهي، لا هو 83 وهي 91، 3/3 91 حوت، وهو 4/10 ميزان 83 عنده حظوظ حلوة.
اكو زواج تطلع الفيزا الها علي واسراء. نعم ان شاء الله راح تطلع الفيزا وراح تروح هناك ويعيشون عيشة سعيدة لفترة زمنية، وبعدين تقب العلاقة بيناتهم وكل من يروح لحاله. زين، غانم الطائي 14/4/87، الدراسة جاب أستاذ؟ لا شو ما جاب جماعة الدراسة. تجي أنت 87 تسألني على الدراسة، هي وأنت جماعة الدراسة. مولود 87 برج الأرنب، من مواد برج الأرنب؟ شكو مشاهير، انطيم تفوق دراسي، متفوقين علميا، هم مواد برج الأرنب. على رأسهم ألبرت أينشتاين برج الأرنب. لا حلوة. هل سنة الكلب جيدة للتنين الناري؟ يا كلب، الكلب هذه تقصد، هاي تقصدين هاي السنة الجاية. بين وبين، هي مو زينة لسبب مهم، انه الكلب لا ينسجم مع التنين، او بمعنى صح سنة الكلب تعب التنين. لكن اكو نقطة مهمة، انه احنا ندخل على الكلب الارضي والتنين الناري. الارضي والناري ينسجمون، يعني خلينا نقول نص 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 نص، بس هي لا تعتبر من السنوات المثلى، لا لا لا، ولا جيد، خلينا نقول متوسط. زين، طيب راح ناخذ شويه وبعدين حتى انهي قبل لا ينتهي من واحد البث، لانه النت اليوم عندنا كلش ضعيف، واساسا كان مقطوع ببغداد اليوم النت، يعني اللي على 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 المودم. زين، زهراء كريم، زهراء بنت منى 5/2/92 عن العمل والحظ. محظوظه يا زهراء، محظوظه، بس بالعاطفه انت محظوظه يا بارج، بس بالعاطفه عمل محظوظه. شنو محظوظه؟ محبوبه انت اساسا، ردوا اسمي زهراء لقيت حلو، واسم زهراء واحده بجذب، كلها بركه وجذب، وفوقها برج القرد ابو 92 فتشي، بس بالعاطفه محظوظه. هي معظم الجميلات ما يكون المحظوظات بالعاطفه، لانه يعني الله سبحانه وتعالى يوزع الارزاق بالتساوي، خو ما يعطيها جمال يعطيها عاطفه، لا لازم مش شوي تعادل. طيب زين، 25/6/91 برج السرطان عن النصيب، ساره بنت سليمه. صعب صعب، عواقب اكثر ما تكون روحانيه عندك، مع العلم الناس مش بيقوه، بس لا. الميزان اكو سفره للعمره ان شاء الله، اسعي يا الركابيه، اسعي ان شاء الله طبعا، وندعينا منك يا ماتين. زين، نسمة الصباح 15/5/82، هل التقديم للدراسات بشهر 5 جيد؟ وعن الحظ، جيد ممتاز، قدمي. هذا سؤال حلو، أريد الأسئلة اللي بيها فائدة. حلو، قدمي، تتقدم دراسات. برج الثور 5/5، وهي برج الكلب 82، وطتني الفتره، حلو، حددت الفتره الشهر الخامس، ممتازه جدا، الحظ المطلق وياك، قدمي. حلو، زين، حنان بتسال استاذ اسمي بمتاعب، اي اسم حنان بمتاعب، متاعب عاطفي اكثر، صحيح حنان بتسلم. طيب فداء حطاب، اوكي جاوبني 4/5/1980، شنو حظي السنه؟ الثور برج القرد. انت بالمناسبه خليني اقول لك شيء، القرد المعدني يتعب، القرد المعدني يبذل مجهود بحياته، ما بها مجال، المجهود العاطفي على الجانب العاطفي، بس الثور شوي يرفع من عنده، يعني خليني اقول على الجانب المهني اكو تحولات حلوه، مهنيا اكو، لكن عاطفيا لا، صعب صعب. هدوء البحر، نهايه شباط اسوي عمليه تجميل الا نهايه شباط، يعني حددتي هذا الموعد؟ يعني قادرين تاجليها بعد اكثر؟ هي هم ما في اشكاليه. نهايه شباط ايضا ما عندنا اشكاليات، لكن كل ما تاجلت اكثر كل ما افضل لك. اريد نعطي حظوظ العذراء هم مرتين، مو فقط حظوظ برج الكلب او الاثنين. زين،
زوجي كمال ابن رسميه 10/2/69 عن استلام قرض. خلي يقدم وان شاء الله يستلم، ان شاء الله يستلم. يستلم ويستلم جزء اذار شهر اذار. زين شوية المطر 1/11/1988 ساعة الولادة 10 ليلا. طالع شنو طالع؟ ما نقدر، لازم نطلع جدول هسه ونطلع الاشياء. دخلي على ال على ال على الموقع مال تيليو باراسكوب في جدول منزله اني، هذا الجدول بي تقدرين تطلعين من الطالع بما في ذلك يعني المكان وساعة الولادة كله موجود، يعني ما راح تتعبين به نهائي. الجدول موجود في موقع باراسكوب، ادخلي وراح تشوفي. زين حياة حمزة تقول 1/6/79 عندي مشاكل بالعمل. طبعا عندك مشاكل بالعمل، عندك وراح تستمر المشاكل بالعمل من الناس اللي من حولك اكيد، هذه انت منها لازم. طيب زين فرح عبد الرزاق برج الاسد 20/8 عن 88 عن الزواج. حلو، اسد وتنين ويا تنين، التنين الارضي روعه والله يا فرح. اني ولو اسمك بي تعب ديال بالك يعني، لكن انا هيك عندي فد احساس معين، اكو فرص للزواج حلوه راح تكون عندك هذه السنه، اكو فرص حلوه. تنين واسد يتفد فد قوه جذب قويه وحظوة اجتماعيه، مكان وين ما تروح اكو فد اكو شو عليه، الا ما اذا كان هناك فد اشكاليه معينه عندك روحانيه او بحث اخر يعني. لكن البرج يدعمك، يدعمك بشكل جيد جدا. طيب اعزائي جاوبت تقريبا على معظم الاسئله يعني اللي، واعذروني الاشخاص اللي ما قدرت اجاوب عليهم لانه الوقت هم داركنا والنت هم كان ضعيف نوعا ما. طيب الذي يحب يعني يراجع هذه يراجع خلينا نقول هذا البث، هو راح يكون موجود باقي بالفيس وبنفس الوقت باليوتيوب موجود. انا يعني اتمنى من الاشخاص ان يدخلون او يسوون اشتراك باليوتيوب، واعلنها واقولها انه صفحتي الرسميه الاساسيه هي اليوتيوب، اليوتيوب بالدرجه الاولى يعني. الفيسبوك الموقعي موقع باراسكوب تويتر انستغرام هذه كلها ثانويه، الصفحه الاساسيه بالنسبه لي او الرسميه بالنسبه لي هي قناتي باليوتيوب، قناه الخبير الفلكي والروحاني سلمى، لاسباب كثيره يعني. فاليوتيوب اللي يحب يعني انا اتمنى انه تعملون اشتراكات بالقناه، والقناه دا يزداد عدد الاشتراكات بشكل كبير جدا خلال الفترات هاي الاخيره يعني. زين حتى لا يقطع النت. بالاونه الاخيره اشتراكات كثيره بالقناه، وبالتالي المعلومات كلها انا دا انزلها بالقناه، يعني المعلومات الابراج الاسبوعيه اللي تنزل بالقناه، الامور اللي التوقعات المتحققه تنزل بالقناه، اضافه الى هذا شكو معلومات جديده اني انزلها بالقناه قبل كل شيء. والقناه ما فيها اختراق يعني، ما حد يقدر ياخذ القناه مالتي او يقدر يالف من عنده ويقول هذه، ياخذ من عندي ويقول هذه مالتي، يعني لانه فيها اللوجو، اللوجو موجود وهذه حقوق، فبالتالي هي خلينا نقول الجانب الرسمي بالنسبه لي يعني. اتمنى كثير من الاشخاص ان يعني يدخلون على القناه ويسوون اشتراك بي. وبالمناسبه القناه بيها الان اكثر من 1600 فيديو، اكثر من 1600 فيديو، ويمكن الـ 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 والاشتراكات اعتقد تجاوزت 27000 مشترك، والمشاهدات تجاوزت 6,500,000 مشترك بالنسبه للاشتراكات، عفوا بالنسبه للمشاهدات. فبالتالي هي الجانب الرسمي والمهم والمفيد هما كان بالنسبه للاشخاص يعني. اي واحد يدخل على القناه بمجرد يدخل على باحث القناه ويكتب الشيء اللي باله يعني، مثلا هسه قدامي اني فدا تسال عن الحظ، هي 4/5/1980 4/5/1980 يعني معناتها برج الثور، اغلق راسا بس 4/5/80 برج القرد او برج الثور،
فبالتالي بس مجرد ان تدخل بالباحث مال القناه تكتب برج القرد اذا تعرف عن القرد فقط راح يظهر لها شكل فيديوهات انا انزلها على القرد على برج القرد بما في ذلك بالسنوات القادمه وهذه السنه. فقط ان تكتب برج الثور راح تطلع شكل فيديوهات شكل لقاءات مسويها انا على برج الثور من شروحات من الكواكب المؤثره من العشريات الثلاثه من التغيرات من هاي السنه 2018 حظ برج الثور 2017 حظ برج كلها راح تكون موجوده. اما اذا تكتب برج الثور القرد راح تكون عمليه مميزه اكثر راح تطلع لها اكيد اكو فيديوهات انا مسجلها على برج القرد وبرج الثور فبالتالي هي كل شيء موجود بيها يعني ما يحتاج واحد يدوخ نفسه او ما ذلك واللي يريد يتعبني الي ما عندي اشكالي بس لازم يدفع فلوس مجانا بعد ما راح نعطي يعني ما لقيت شخص يتصل بي علي بالتليفون ويقول لي اريد برج الجوزاء شنو حظه هاي السنه واني برج الجوزاء منزل باليوتيوب وتعبت ومن مجهودي ومن وقتي ونزلت بالفيسبوك انا انزل بين فتره وفتره احكي عن برج الجوزاء ويجي بالاخير شخص يعني سواء كان رجل او امراه من وراء النت قال له ممكن عن برج الجوزاء لا طبعا يدفع فلوس يلا نحكي له بدون هذا ماكو يعني ما نحكي مجانا بعد. واللي عنده سؤال او استفسار بامكانه ان يمرنا الى مكتبنا او المركز مالتنا واذا اكو اشكاليه نحاول قدر الامكان ان نعالجها وفق الطرق المتاحه. قبلها لازم ياخذ موعد على الارقام التاليه. من داخل العراق 0772100120 او 0781626367 ومن خارج العراق فقط يضيف 00964 ويحذف ال الصفر نكبرها بعد شيء صفر من خارج العراق 00964 77210 80120 او 00964 78611267 والارقام كلها موجوده اساسا باليوتيوب منوع عنها. طيب تحياتي وتقبل افاق مودتي واللي عنده اي سؤال او استفسار بامكانه ان يراجعنا عن طريق التليفون الفلكي وروحاني سنة.